صباح الخير يا حلوين، ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. فيديو النهارده هنظبط الدريسنج روم. بصوا يا جماعه، انا هفهمكم وهقول لكم مقدمه كده عشان ايه اهديكم، لان انتوا هتشوفوا حاجات بتتغير. فانا مش عايزاكم تشكوا اللحظه ان انا مجنونه خالص. هو بس الموضوع ان انا الاوضه دي ميك اب ولبس وتصوير وفي اضاءات محطوطه وفي مهرجانات، انا كل شويه بغير فيها علشان اوصل لمرحله الهدوء والراحه، ان انا ابقى مرتاحه وانا بصور لكم، وفي نفس الوقت ما يبقاش فيه كركبه، في نفس الوقت ما نجيش اقوم الاقي اضاءه تقع، الكلام ده كله. فهو ده اللي بنحاول نعمله. خدوا الموضوع بصدر رحب كده، اوكي؟ جهزي مشروب، النهارده يومنا طويل وواضح انها لسه صاحيه ومنفخه. هي كده الفيديوهات بتاعت الفهمه التوضيب دي بتبقى عايزه اليوم من اوله عشان بتبقى طويله. جاهزه يا حاجه؟ لايك للفيديو، سبسكرايب لو مش عامله سبسكرايب. يلا بينا نبتدي. اول حاجه هنعملها، تعالوا معايا كده بالراحه. اوكي، اول حاجه هنعملها هنطلع الجزء ده كله بره. الاضاءات طبعا شايفين في دربه، كان الاضاءات بالتسريحه دي، كانت تسريحه لو تفتكروا، كان فيها مرايه وكان فيه هنا وحدتين ارفف، كل دربك على الفاضي تشيل. اوكي، نفضي الجزء ده كله اهو، اللي هو الجزء ده كله. مش هنيجي ناحيه الجزمه دي خالص عشان دي لو اتحركت من مكانها هتقع، دي متلصمه اساسا عشان مكسوره. احنا هنخرج كل ده كده هو بره. يلا بينا. الشراب بيزحلق. حلو شمسيه هالمطرق تنطرنا يا حلو نطرني. دلوقتي التاتس واما الان بعد ما كنسنا، بعد ما مسحنا، بعد ما الارض نشفت، هنجيب بقى الحاجه اللي هتتحط مكان التسريحه. هجيبه واقول لك ليه ده مش التسريحه مع ان نفس ال وسع. بس خلاص، هنا عرفتي ليه ده مش التسريحه؟ ده مكتب بعجل وجبته من غير ادراج علشان يبقى سهل ان انا اتحرك بيه، ما يبقاش تقيل. بعجل كده اتحرك بيه، عايز اصور هنا، عايز اصور هنا، عايز اصور هنا. حتى الكاميرا مش راضيه عني. عاجبك وشي ولا ايه؟ عشان تنبسطوا في التصوير، لو خدتوا بالكم كمان عشان تنبسطوا، جبت لكم مايك جديد. يلا بينا. حطيت المكتب اهو، دلوقتي باكل لان انا لسه ما فطرتش، ولميت نفسي المره دي وما طلبتش ماكدونالدز، عملت موز بلبن بجرانولا بزبده فول سوداني عشان كان شويه رايحه جيم، وطعمها جميل والله. الاكل الصحي طعمه جميل، بس احنا اللي بنحب الرمرمه. هاخدكم على البلكونه عشان هنعمل حاجه هناك. هنرش حاجه، تعالوا بينا على البلكونه اوريكم الجريمه اللي هنعملها دلوقتي. يلا بينا. اعملي انت بيبي، مالكيش دعوه باللي بيحصل. يلا بينا. هوبا، نرش دي. دي الاستاندات بتاعت الاضاءه، قررت ان انا ارشهم ابيض عشان يبقى في تناسق مع الاوضه كده. انظروا ماذا حدث، انظروا. بصوا انا وقفتها كده عشان اعرف اعمل الجوانب كلها، والسبراي خلص، ويعني مش عاجبني الفينيش بصراحه، في كلكه، وانا بعمل اساسا كنت خايفه يعني يطلع على غسيل حد ولا بتاع. ايه المرمطه دي؟ المفروض ان انا اجيب تاني علشان لسه في ثلاثه تانيين. يا لوزه، ماذا تفعلين يا لوزه؟ تتفرجي على الحاجه وهتترش؟ اروح بقى يا اختي الجيم، اشرب القهوه واروح الجيم، وبعد كده اعدي اجيب بقى البتاع اللي هدهن بيه ده، ولما ارجع نكمل. بس استمتع بيها وانا بشربها زي الناس اللي بتستمتع بيها وتتمزج بيها. بس مش The next day. ما تقولي انك خلصتي، قلت ادب دي. فاكرين الطرحه دي؟ الطرحه دي بقالها سنين عندي. هي يا جماعه، ان انا زي ما انتم شفتوا لقيت اتنين، وكنت هلقيت الاتنين التانيين، ولكني توقفت للحظه، حسيت ان انا بعك، فقلت لا اتوقف كده واستنى. والحقيقه ان انا فعلا كان شكي في محله اني عكيت. الحقيقه ان انا ركنتهم وطلبت اتنين تانيين. خدتي بالك بقى هنا وركزتي، هتلاقي ان انا ايه، كان ممكن ان انا ما اطلعلكيش كل ده واشيله في المونتاج، بس لا، حبيت اوريكي انه بنفشل عادي. المشكله لما تفشلي. امبارح خربتهم، ما النهارده تاني يوم. امبارح خربتهم واتضايقت واتعكننت واكتئبت واتنكت، كنت قافله الكاميرا، صحيت تاني يوم فريش ولا كاني خربت حاجه. عادي، خليكي فريش، احنا في رحله كله رايح. معروفه ان مفيش ترنج بيتلبس كامل.
كده متوسطه. قشطه، ثبت بقى الوضع ده. ده المشترك اللي بحط فيه الاسلاك. هقوم عامله ايه بقى؟ الفيشه هنا، وانا مش عايزه السلك يبقى باين. اوكي، هحط دي كده وهمشي السلك من الحته دي عشان ما يبقاش واقع على الارض. مفيش شاكوش، فمش هنقف عند الموضوع. دي ظهري ما فك وتجيله. اوبا، شكرا. اهو لزقته كده بدبل فيس، لميت السلك هنا عشان يبقى الموضوع مرتب ومنظم ومفيش اسلاك كتير طالعه. اللي بعده ده غسلته، هسرحه بقى عشان بصوا بقى عامل ازاي. بعد الغسيل بعمل زي فروه الخروف. هعمله ازاي؟ بجيب السشوار، هستخدم ده والمشط. اتفرد. اوبا. اما الان، فاكرين بقى دي؟ دي اللي جبتها وركبتها معاكم في الفيديو بتاع مشتريات ايكيا اللي هي بعجل، وقلت لكم ان دي هي معروضه عندهم هناك، ان هي منظم للحمام تحط فيه الحاجات بتاعتك. قلت لكم ان انا جايباه لغرض اخر للاوضه بتاعتي. حان الان تعرفوا ايه الغرض الاخر. زي ما انتم شايفين دولاب الميك اب ورا، وهنا ما بقاش فيه تسريحه، بقى مكتب، ما فيش ادراج ولا اي حاجه. فجبت دي عشان تزهل عليا الحياه، ان انا احط فيها مثلا الميك اب وتبقى جنبي، ان هي تبقى بديله للادراج، وفي نفس الوقت ما بقاش فيه كركبه قدامي على المكتب. عشان انتوا عارفين وانا بصور حاجات كتير بتقع مني وايدي سايبه شويه، فدي تحمي الموضوع ده شويه. اهي اللي بعده. اما الان مش في كلب منهار. اما الان جبت ترايبود بدل اللي انا خربته. طبعا هو الفيديو ده يعني ظاهر لكم فيديو واحد، بس هو على اجزاء، بصوره على ايام وبنزله لكم فيديو واحد. تعالوا نجيب الترايبود. الله الله، مالهم هم لونهم اسود؟ لازم الحسوكه يعني وخليهم لونهم ابيض. بعد كده هحط بقى الحاجات على المكتب اللي انا بحتاجها على طول. علبه المناديل، العلبه اللي فيها القطن بتاع الميك اب والقطن بتاع الودان، وهحط المرايه اللي بستخدمها وانا بحط الميك اب، وهحط الفرش. كده خلصت الكورنر بتاع التصوير، ده الجزء اللي بقعد اصور فيه الميك اب. كده الحمد لله دن. بقى كده نيجي هنا المرايه والمخده دي، مفروض كده علشان ايه ما يبقاش باين حاجه من هنا. ولما اقف اتصور هنا يبقى الزرع باين ورايا. كده خلصنا الكورنر ده كله. وهنا الجزامه زي ما هي ومش هنعمل فيها اي حاجه، هنسيبها زي ما هي. الكورنر ده كله كده خلص، مش هعمل فيه حاجه تاني. لو حطيت فيه حاجه ممكن اعلق التابلو اللي عليه صورتي، اللي على قلبي اللي كان فيه صورتي وانا لابسه ازرق، فممكن احطه هنا. كده خلاص الكورنر ده برده مش هعمل فيه حاجه. نيجي بقى للجزء ده، طبعا بغض النظر عن الكركبه اللي انا مكركباها يعني عشان بروق، الجزء ده محتاج كام حاجه كده تنطقه، فيلا بينا. الحقيقه كنت هحط صورتي القمر الجميله، كنت هطبع لكم صورتي وابروزها لكم هنا، بعدين قلت بلاش سخافه يعني ابقى قاعده بصور ورايا انا برضو ايه الغتاته دي، فقلت اعمل هذا الشكل. تعالوا دلوقتي بقى نظبط الجزء ده، الرفوف هظبط الديكور عشان شايفين انا مرميه حاجات كتير كده. عايزه بقى ايه نشكلهم. ممكن نحط بقى ايه شنطه هنا. اوكي دلوقتي بقى عايزه اعمل ايه؟ عايزه اجيب البتاع اللي هي بتعمل كده، تقوم رافعه الناحيه الثانيه. عايزه احط الحاجه بتاعتي اللي هي السكين كير او الحاجات اللي بستخدمها في الروتين بتاعي اليومي، الديودرنت بقى، اي حاجه بستخدمها بشكل يومي، الميك اب ريموفر، الكلام ده كله احطه في حاجه ويبقى شكلها منظم وجميل وشيك، وما يبقوش مترصصين جنب بعض، يعني كلهم يبقوا محطوطين بس بشكل شيك ومهندم ولطيف. كفايه رغي، يلا بينا نشوف هنعمل ايه. اهو في الجزء ده اول حاجه فكرت فيها الصينيه اللي كنت جايباها من ايكيا لو تفتكروا. ما كنتش لسه حطيت فيها اي حاجه ولا عملت اي حاجه، بس كنت عارفه ان انا ممكن احتاجها ان انا اجمع فيها برفانات، اكسسوارز، اي حاجه. فكرت في فكره بقى، تعالوا نجربها كده، ان احنا نملاها ورد. ده كان من ايكيا، مش فاكره سعره 45 ولا كان 60، ومعطر. اوكي ده كان بالعتبه ب 25 جنيه تقريبا، بس مش معطر، ملوش ريحه، فاستخدم اللي ملوش ريحه عشان ما يكتمش نفسي في الاوضه. هجيب بقى الحاجه اللي انا هحطها اللي هي بستخدمها الفتره دي على طول كل يوم، واحطها هنا. هبدا بقى ارص الحاجه بتاعتي فيه. ممكن احط شمعه بقى صغننه كده، اولعها كده تطلع ريحه حلوه لحد ما ابقى اجيب، لان الشمعه اللي عندي بتاعت مثلا بازل هي الكبيره قوي دي، ضخمه، وحتى شكل العلبه بتاعتها بيبقى حلو. غيرت اللي عليها رموش،
سو حطيت الصورة دي. دي حصالة انا نسا وفي نفس الوقت حصالة ممكن نحوش فيها. وكده بعد ما حطيت الحاجة طبعا الحتة دي هتلاقوا فيها الاكسسوارات بتتغير على حسب حاجة جبتها مثلا وعجباني. بوكس لقيت شكله حلو احطه، يعني مثلا ده بوكس بتاع شي ان، كان في حاجة من شي ان فعجبني لونه ولقيت شكله حلو قمت حطه. هنا مثلا في حاجات هتخلص فهتجاب غيرها كده. هو يعني هنا مثلا ما عنديش شنط ملونة غير تقريبا دول لان انا كئيبة وشنطي كلها اسود وبني، فدول بس اللي لقيتهم. جبت مثلا شنطة تانية احلى قوم حطاها مثلا بدل الهبلة المحطوطة دي وكده. وهنا حطيت القصص بتاعتي والاجندة وكده. بصوا بقى الحاجات بتاعتكم لما بتحطوها بشكل كده منظم ومرتب ومهندم يبقى شكلها حلو ازاي، غير ان انا بقى حاطه رصه الحاجه كلها جنب بعض. كل الفكره ان انا لميتهم في حاجه زي انتهى بورد وشمعه وشكرا. وكده رتبنا وخلصنا هذا الجزء. وكده خلصنا الحاجه مع الاوضه، فاضل لها حاجه واحده بس في الدولاب. اوكي انا مش هقول لكم عليها دلوقتي، هبقى اوريها لكم بعدين، بس هي حاجه هعملها في الدولاب تطشايه بسيطه هتغير شويه من شكل الدولاب. هو نفس الدواليب بس هعمل حاجه بسيطه فيها، نظرا لان المصنع اللي عمل لي الدولاب صاحبه بيرد عليا مره كل سنه، فهم عندهم مشكله في حته ان هم بيتاخروا في الرد دي قوي، فانا في نفس الوقت مش عايزه حد تاني يعمله لي علشان هو ادرى واحد بالخشب بتاعه. حركه بسيطه كده هعملها في الدواليب، لما اعملها هوريها لكم على الانستغرام ستوري، روحوا تابعوا الانستغرام هسيب لكم اللينك تحت في الديسكربشن. وبس كده. وطبعا انتوا شفتوا ده. فاضل بقى حاجات بسيطه اللي هو اجيب منظمات جوه الدولاب مثلا عشان الفاونديشن ما يقعش، عشان كل ما بفتح الدرج بيقع وكده. دي حاجات بسيطه، المهم ان انا جبت الاساس اللي هو الخارجي. اللي جوه بقى فما براحتي، المره دي اجيب منظم، المره جاي منظمين، المره اللي بعدها ثلاث منظمات كده. يعني احب افكركم ان في درع جولد هيجي هنا تاني. في اربع دروع هيبقوا منورين هنا، اتنين سيلفر واتنين جولد وعقبال الدايموند. المرحلة الجاية الريسبشن. لايك لايك لو متحمسة تشوفي هنعمل ايه في الريسبشن. بس كده اشوفكم فيديو جديد. باي باي.